يعطيكم العافية. بنسأل سؤال الأخير اللي هو قبل العيد عشان ناخذ راحة فترة العيد، نستانس مع أهلنا وأنتم تستانسون وتنبسطون إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. مقدما السؤال يقول للبنات، هل في شيء أنتي استخدمتيه في فترة من الفترات عشان النظافة الشخصية بالمناطق الحساسة، سواء من فوط صحية يومية مثلا، معطرات لهذه المنطقة، غسول لهذه المنطقة، غسول داخلي أو خارجي، لأن المتزوجات في بعضهم يستخدمون بعض أنواع الغسول عشان تحافظ على أن تكون هذه المنطقة ما تطلع روائح مو حلوة. تمام، نيت تجاربكم مع هذا الشيء، وإذا كان في منتج وايد ضايقكم مكان مو زين ذكروه تحت هذا البوست وقولوا تجربتكم معاه وشنو سويتوا من حلول عقب ما صارت فيكم هالأشياء، لأن في كثير من الحالات توصل حق حالات التهاب وتوصل لالتهاب حتى بالمهبل، مو التهاب خارجي وحساسية.